تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله دائما مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما نقول مستمعينا بأن الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أني أرحب بفريق العمل معاي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة أرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا، ودائما مثل ما عودناكم فقرة الأخبار المحلية والعالمية اليوم تحت عنوان هل تناول اللحوم والدواجن أسبوعيا؟ تكشف هذه الدراسة بمخاطر تناول اللحوم والدواجن بشكل مستمر. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي وأيضا صفحات أخرى ذات العلاقة، وبتعطينا هاي المستجدات إن شاء الله اليوم زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة أنماط الحياة وتحت عنوان الإسعافات الأولية في المنزل، وبتكون معاي اليوم إن شاء الله الدكتورة مي أحمد غباش أخصائية طب أسرة في قسم الأمومة والطفولة في الرعاية الصحية الأولية، بتكون عبر الهاتف، وحديثنا معها بيكون إن شاء الله عن الإسعافات الأولية في المنزل وكيف تتكون حقيبة الإسعافات الأولية وما هي أيضا أهمية هذه الحقيبة، وأيضا إن شاء الله بنتكلم معها عن موضوع الرعاف اللي هو نزيف الأنف وأسباب النزيف وكيف التعامل معه في المنزل ومتى يجب يعني زيارة الطبيب في هذه الحالات. وفقرتنا الأخيرة مستمعين الأعزاء اليوم خدمات هيئة الصحة بدبي، وأيضا بتكون معنا الدكتورة منال صلاح الدين أخصائي قسم النساء والولادة في مستشفى دبي، وحديثنا بيكون إن شاء الله معها اليوم عن العمليات القيصرية، أهمية العمليات القيصرية ومتى يتم اتخاذ القرار لإجراء العمليات القيصرية والكثير حول موضوع العمليات القيصرية. دائما مستمعين الأعزاء نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة السوشيال ميديا ومستجدات التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين اذاعه نور دبي. الله يصبحك اسمه بالنور والعافيه، واكيد عندك الكثير من مستجدات التواصل الاجتماعي اليوم. نبدا نحن كلام اليوم بالاسئله الاكثر شيوعا والاسئله الاكثر يعني كتابه عن قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. من ضمنها الاسئله المعنيه بالفئات المستهدفه. في بعض الاشخاص يسالوننا هل يمكن لمن هم تحت 40 سنة والذين لا يعانون من أمراض تقديم أخذ موعد في الوقت الحالي الخدمات التي أو خدمة التطعيم هي لي حامية قامت دبي من عمر 40 سنة فما فوق؟ هل ممكن للإمارات الحامية قامت إمارات أخرى من عمر 40 سنة أخذ التطعيم؟
الخدمة مثل ما حددنا أن هي 40 سنة وما فوق لحاملي إقامة دبي سارية. بالنسبة للمقيمين في دبي وحاملي إقامة إمارات أخرى يمكن الحصول على الموعد إذا كان العمر من 60 سنة فما فوق. هي تقريبا من الأسئلة اللي كانت وصلنا. أيضا من ضمن الأسئلة اللي وصلنا، هل يمكن للسائحين أو الأشخاص اللي يسافرون يجون لغرض السياحة الحصول على التطعيم؟ لا يمكن ذلك، لأن الخدمة هي للمواطنين والمقيمين في دبي. أيضا من ضمن الأسئلة اللي كانت توصلنا أن يعني كيف ممكن ناخذ الموعد بطريقة أخرى غير عن التطبيق الذكي؟ يمكن أخذ موعد أيضا عن طريق المركز الاتصالي واللي هو 8342. أيضا من ضمن الأسئلة، هل يمكنني أخذ الجرعة الثانية إذا أصبت بكوفيد في مرحلة ما بين الجرعتين؟ يمكن ذلك بعد مرور 10 أيام اللي هي مدة العزل الصحي، وإذا كان لا يعاني من إذا كانت أعراض خفيفة أو لا يعاني من أعراض وما تكملت المدة بين الجرعتين ممكن أن يأخذ التطعيم. بالنسبة للحالات اللي احتاجت تدخل طبي ممكن يتواصلون مع طبيبهم المعالج في المستشفى بإمكانية أخذهم من الجرعة الثانية من اللقاح في هذا الوقت مباشرة. أيضا نأكد بس أن جميع مراكز هيئة الصحة التي تقدم خدمات التطعيم هي فقط من خلال أخذ موعد مسبق من خلال مركز الاتصال أو من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. بعض الأشخاص يسألون كيف ممكن يأخذون الحصول على رقم سجل طبي. الحصول على رقم سجل طبي يمكن ذلك من خلال لو يدخلون موقعنا الإلكتروني في بانر كبير مكتوب كيف إنشاء ملف طبي جديد أو من ضمن الخدمات الإلكترونية الموجودة، يضغطون عليها مجرد ما يحطون رقم الهوية. نعم. راح يطلع لهم المسج الـ OTP أو التعريفي أو رمز التحقق على الهاتف النقال المسجل في البطاقة الصحية، البطاقة الـ MRS ID، الهوية الإماراتية، وممكن من خلاله أيضا أنهم يسجلون ويحصلون رقم الصحي للتسجيل خلال في تطبيق هيئة الصحة الطبية. نعم. هاي تقريبا من الأشياء اللي حبينا اليوم نركز على أكثر الأسئلة اللي وصلتنا في قنوات التواصل الاجتماعي، وكانت هاي هي الأسئلة اللي وصلتنا. ايضا اكد ان جميع الاجراءات الاحترازيه لازم يتم اخذها حتى بعد الحصول على التطعيم، وهذا لسلامه المجتمع، اللي منها التباعد الجسدي، غسل اليدين ولبس الكمامه هو موجود ويجب على الجميع الالتزام به لسلامتهم وسلامه المجتمع. ودمتم بصحه وسعاده. دمتي بصحه وسلامه وسعاده اختي اسمى الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، عندنا أتوقع كم من دقيقة بناخذ قبل لا نطلع الفاصل عن خبرنا لهذا اليوم عن تناول اللحوم والدواجن 3 مرات في الأسبوع. توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم والدواجن بانتظام هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة حسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. ووجد البحث أيضا الذين أنجزته جامعة أكسفورد البريطانية أن الأشخاص الذين يتناولون 70 جراما من اللحوم المصنعة أو غير المصنعة أيضا هم معرضون أكثر من أقرانهم لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15% و30% بمرض السكري و31% بالالتهاب الرئوي. دائما ننصحكم مستمعين الأعزاء بالتوازن في أكل اللحوم والدواجن والأكثر من الخضروات. نأخذ فاصل ونذكركم أن بعد الفاصل فقرتنا بتكون عن الإسعافات الأولية في المنزل. وظيفتي بتكون إن شاء الله عبر الهاتف الدكتورة مي أحمد غباش، أخصائي طب أسرة وقسم في قسم الأمومة والطفولة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة أنماط الحياة اليوم مستمعينا الأعزاء، وتحت عنوان
الإسعافات الأولية في المنزل. طبعا دائما الإسعافات وضرورة الإسعافات الأولية في المنزل وأيضا حقيبة الإسعافات الأولية وأهمية وجود الحقيبة في المنزل، لأهمية هذا الموضوع يشرفني أن تكون معي اليوم عبر الهاتف الدكتورة مي أحمد غباش، أخصائية طب أسرة في قسم الأمومة والطفولة في الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. دكتورة مي صبحك الله بالخير والنور والعافية. بنور السور أخ عبد الله، كيف حالك؟ الله يسلمك دكتورة، كيف حالك أنت وعساك بخير؟ الحمد لله بخير، مشكورين على استضافتكم. الله يسلمك دكتورة، والحقيقة هذا الموضوع وايد اخترته جدا، موضوع جميل صراحة. صحيح، موضوع جميل وأيضا حيوي دكتورة مي. نعم والكثير من الأوقات يعني نلاحظ بأن يعني أي نوع من أنواع الحوادث اللي تصير في البيت تحسين يعني تستوي ربكة في البيت، أن الواحد ما يعرف كيف يتصرف وشو المواد اللي يحتاجها في هذاك الوقت. طبعا أكيد دكتورة يعني بتحدثينا اليوم في البداية عن الحقيبة، حقيبة الإسعافات الأولية وضرورتها، يعني ضرورة وجودها في البيت أو كيف الإنسان يعني يتصرف في هالحالة، لأن احنا نقول مرات يعني الوقت هو الشيء المهم، أن الواحد يعني مفروض أنه يعني يوصل في الوقت الصحيح على أساس أنه حتى يعني إذا يعني يحتاج الشخص أنه يعني يصل إلى المستشفيات مفروض أنه يوصل أيضا في الوقت الصحيح. صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الإسعافات الأولية مثل ما تفضلت أخي عبد الله جدا مهمة، وتعتبر هاي الحقيبة، حقيبة الإسعافات الأولية، من الأمور الضرورية التي يجب اقتنائها في المنزل وحتى في السيارة، والكثير منا أصلا يتعرض للإصابات خصوصا الأطفال، وبالتالي يحتاج بعضها إلى المعالجة الفورية مثل ما تفضلت. نعم، هاي الحقيبة مكوناتها تكون يعني أشياء هي ممكن في البداية تكون هي يعني حاطين في بالنا أشياء بسيطة بس تؤدي الغرض يعني. صحيح. فمنها الشاش الطبي، وهذا الشاش الطبي أساس مثلاً إذا لا سمح الله في جرح أو نزيف يكون في ربط مكان الإصابة، القطن الطبي مثلاً نستعمله لتطهير الإصابة، الأشرطة اللاصقة إذا كانت الإصابة مثلاً طفيفة ممكن نستعملها بعد ما ننظف الجرح نحطها، ولاصق طبي مثل البلاستر إذا مثلا احتاج الشاش أن نلفه. صحيح. عندنا مطهر ومناديل كحول، ها كلها طبعا من مكونات الحقيبة الإسعافات الأولية. أنت تذكرين هالأشياء دكتورة وأنا ياس أكتب. إن شاء الله هي كلها موجودة، حتى عندهم اللي هو مقياس الحرارة الثرموميتر هذا مهم. صحيح. المقص عشان قص الشاش، قفازات طبية لازم طبعا وايد مهم في بداية أي إصابة إحنا نتأكد سلامة الطفل، الأشياء المكان أو البيئة اللي فيها الطفل إنها تكون آمنة، يعني ما نجلس في مكان لا سمح الله يسبب له خطورة. في نفس الوقت لازم يكون الشخص المعالج له تكون إيده نظيفة، مغسلنها، لابس القفازات بحيث إنه ما يكون في يعني لا سمح الله أي يعني الإصابة نفسها ما يكون فيها مشاكل بعدين في عقب. دكتورة. وبعدين بعد من الأشياء بعد ثاني الأدوية، مسكن حرارة ومرهم المضاد ممكن نستعمله بعد، كلها مكونات حقيبة الإسعافات الأولية. نعم. من الأمور الدكتورة مي الكثيرة اللي نحن الحقيقة نسمعها يعني موضوع أو حوادث الحروق اللي تحصل في البيت. أكيد دائما الميبو يعني يعتبر من الأشياء أو من الأدوية اللي موجودة يعني في المطابخ وأيضا حتى في داخل البيوت. هناك كثير دكتورة مي من الاعتقادات يعني إذا شخص أصاب بحرق يعني في البيت سواء يعني من دهن ساخن أو أي نوع من أنواع الحروق، فمرات يعني الميبو مش متواجد، مو موجود في البيت، شو ما هي الطريقة الصحيحة يعني لإسعاف حالة الحرق يعني في البيت قبل لا يوصل الشخص للمستشفى؟ طبعا هناك كثير من الاعتقادات دكتورة تعرفين أنت، يعني بعضهم يستخدمون المعجون، بعضهم يستخدمون صلصة الطماطم، الحليب، السكر، العسل، كثير من الأمور. من هالأشياء التي ذكرتها كلها أصلا تخفف بس يعني مكان الجرح مثل نوع من أنها تخفف ألم الطفل، وبعد مثل ما أنت تفضلت العسل وهالطماطم يعني مثل يبرد المكان، عرفت؟ صحيح. فإحنا من البداية نقول حق الأم والأبو مثلا أول شيء طبعا لازم يبعدونه من المكان اللي هو سبب للحرق في البداية، إذا كانت مثلا ثياب مثلا خلنا نقول خايسة بها الزيت وها لازم يبدلونها، يدخلونه يعطون يعني يسبحون بماي دافي، يودون المستشفى، لأن طبعا الحروق لها درجات أخ عبد الله، فيفضل أن يشوفها الطبيب. يعني يمكن في حروق طفيفة وايد
وما له داعي ذهاب الطفل للمستشفى مثل ما انت تفضلت استعمال ميبو، لكن في بعض الحروق تحتاج ان الطبيب يشوفها، وطبعا هذا على حسب تقييم الاهل. صحيح دكتوره مي، السبب اللي انا سالت السؤال هذا لان في ناس تعتقد ان فعلا ان يعني هاي حل مبدئي او حل مؤقت، ولكن في بعض الناس تحس ان لا، هذه هاي الامور كلها يعني غير صحيحه وغير علميه، فيلجأ مباشره لاخذ الطفل او اخذ الشخص المصاب بالحروق الى المستشفى. ولكن انت ذكرت اليوم انه ممكن يعني استخدام الاشياء هاي لفتره مؤقته حسب يعني مستوى الجرح، وبعدين ممكن ياخذ الشخص الى المركز الصحي لعمل إجراءات ثانية مثلا. صحيح. نعم تفضلي دكتورة. هو هذا مثل ما انت تفضلت اخ عبد الله، ان انك انت تسعف الطفل من البداية، سواء كان جرح طفيف سواء كان حرق، هذه الخطوات كلها خطوات مهمة لسلامة الطفل. كل ما كان في تدخل مبكر كان الناتج افضل. صحيح. فما يتم نهمله طبعا، ولا ان نستعمل مثلا اشياء ممكن تزيد على لا سمح الله الإصابة. يعني يعتمد على وين مكان الإصابة، ممكن الحرق حتى يكون بجانب العين، ممكن يكون مثلا في على البطن، على أو حتى الجروح تكون على حسب عمق الجرح نفسه أو الحرق. هذا كله لازم نحطه في بالنا وفي طريقة تعاملنا مع هذا الطفل. صحيح. وبالتالي بعدين في هذا الوقت ممكن أن الأب أو الأم يأخذوا قرار، هل يودون المستشفى أو العيادة أو ما له داعي يصير. نعم دكتورة مي، عندنا اتصال من الأخ محجوب. صباح الخير أستاذ محجوب. صباح الخير أستاذ محجوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة والله وبركاته. والله يا دكتور بسام، بصراحة يعني هذه الأمور بتاع الإزافات الأولية اللي ذكرته ابنتنا دكتورة مي أحمد غباش. نعم يعني أنا يسرني كثير كثير جدا جدا. أستاذ محجوب، عندنا صدى كثير ما نقدر نسمعك عدل، لو تخف شوية على أو تطفي الراديو من فضلك. أيوة الله يبارك فيك، شكرا لك، تفضل. الله يخليك. يعني الموضوع يسرني كثير جدا جدا بصراحة. أنا تربيت في بيته. نعم. تربيت في بيته بيت أحمد غباش، والبنت ما شاء الله دكتورة وربنا يحفظها والدين الواحد يسعده في الدنيا. يعني هذه الأمور طيب 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 طيب، يعني أكثر من طيب جدا جدا، ونتمنى من ربنا يحفظه ويديه الصحة والعافية، ونتمنى كل المستمعين يعني يسمعوا هذا الإضافات الأولية يخطون في البيت. وجزاكم الله شكرا جزيلا، وأنت كذلك الدكتور الله يحفظك يديك عافية صحة. الله يسلمك أستاذ محجوب، شاكرين لك الحقيقة، وشكرا لتواصلك معنا برنامج صحة وسعادة، وإن شاء الله بتسمع الرد من الدكتورة مي. تفضلي دكتورة مي. اهلا. طبعا انا وايد تفاجأت وايد فرحت بسمع صوت استاذ محجوب. نعم. يعني له يعني لنا ذكريات وايد طيبه ويا جزاه الله خير، مشكور على كلامه الطيب. ومثل ما هو تفضل، الاسعافات الاوليه وايد مهمه، ومعرفه كيف نسعف الاطفال في بدايه اي شيء من الجروح من الاصابات، حتى كذلك موضوع الرعاف. نعم. مثلا الرعاف وايد دارج والناس تخاف. صحيح. أول ما تشوف الدم حتى. نعم. حتى الطفل، فلازم احنا نطمنه، لازم نعرف شو سبب الرعاف اللي عنده. هل هو مثلا الرعاف عنده بشكل مستمر، هل هو أول مرة يصيبه، هل ياخذ أدوية، طبعا كيف نتعامل معاه. مثلا إذا كان لا سمح الله في عنده الرعاف كميات أكثر عن 30 دقيقة مثلا خشمه ينزف، هذا ضروري أن نأخذه للمستشفى. صحيح. فمهام الأشياء اللي وايد شائعة وكذلك مهمة، نحن دائما يعني كأطباء نفكر أول شيء بالشيء الشائع، ونحاول أن مثل ما نقول نستثني الأشياء الخطيرة. فبالنسبة للرعاف مثلا، هو شيء جدا دارج، لكن إذا كان في لا سمح الله سبق قبل ما يصير عند الرعاف، كان عنده مثلا إصابة للرأس، كان عنده حادث صار، هذا لازم نوديه طفل المستشفى. صحيح دكتورة. يعني في حالة إذا أصاب شخص يعني طفل أو غير طفل بموضوع الرعاف نزيف الأنف، الوضعية اللي مفروض أنه يكون فيها، لأن بعض الاعتقادات يعني تقول أنه ترفع راسك شوي فوق على أساس أن الدم ما ينزل، والناس تقول لا مو بزين ترفع راسك فوق لأنه يطلع الدم لأماكن ثانية. صح.
أو للمعدة أو تنزل رأسك، فشو تنصحين في هذا الموقف؟ يعني إذا يعني أصاب شخص بالرعاف، ما هي الوضعية الصحية إلى أن يتم نقل الشخص إلى المستشفى؟ هو طبعا الرعاف، لأن هو يعني تعريف الرعاف هو نزيف الأنف. نعم. والأنف نفسه فيه غشاء وايد حساس، كله أوعية دموية، يتأثر حتى من أبسط الأشياء، يمكن الحرارة الزايدة، يمكن البرودة، الجفاف، حساسية. فهذا الشيء وايد، أنا رد أكد على الموضوع أن الرعاف جدا دارج، عشان ما يخافون الأهل والطفل نفسه، حرام يعني تشوف الدم يخاف. صحيح. فمن البداية مفروض نهدي الطفل أو حتى يعني الشخص اللي عنده الرعاف، ممكن أن نعطيه توجيهات. مثلا أول شيء يكون بوضعية مستقيمة في الجلوس، وانحناء الرأس للأمام، مفروض يضغط على الأنف باستعمال الأصابع مثل الإبهام أساسا، يسكر الأنف لمدة 10 إلى 15 دقيقة ويتنفس من الفم. إذا صار أن في عنده بلع يعني يحاول أن يطلع الدم ليدخل من خشمه، نعم. أساسا أنه ما يدخل في المعدة، مو بأن إذا دخل في المعدة بيكون شيء وايد خطير، لكنه ممكن يسبب تقيؤ يعني ما يتقبله. فالأهم وضعية مثل ما قلنا أن يكون وضعية مستقيمة وينحني رأسه للأمام. نعم. وانت ذكرتي دكتورة ان يعني اذا كانت يعني يعني حالة مستمرة، فمفروض ان الشخص او يلجأ الاهل لاخذ الشخص الى الطبيب. فمتى الحالة او متى ممكن يلجأ الشخص للطبيب في هالحالة هاي؟ هي اذا مثلا مثل ما قلت في البداية، اذا استمر لا سمح الله النزيف اكثر عن 30 دقيقة. نعم. وثاني شيء، إذا الطفل مثلا حسيت بان او الشخص نفسه اللي عنده الرعاف عنده شعور بالاغماء، مو مركز معاك تتكلمه. ثاني شيء، ثالث شيء عفوا، إذا كان عنده صار هذا يعني النزيف وبعد تعرض الشخص لحادث أو إصابة، ومثلا إذا كان هذا الشخص بعد يستعمل أدوية مثل مميعات الدم، ممكن أن يروح للطبيب عشان يعني يعطيه إرشادات في كيفية استعمال هذا العقار، ممكن أن يغير له الجرعة. وإذا كان هذا لا سمح الله النزيف متكرر وما عرفوا شو سببه، يفضل أن يروح الطبيب حتى لو مو بوقت النزيف، بس بعد فترة إذا شفنا أن هذا الشيء متكرر يفضل أن يصير الطبيب ويسوي للطبيب اللازم، يسوي الفحوصات، الكشف كامل، يعني يأخذ الكشف السريري، يسوي الفحوصات اللازمة إذا احتاج لا سمح الله بعد أشعة أو غيره، بس عشان نتأكد أن هذا النزيف يعني ما له ما يترتب عليه أشياء أخرى. صحيح. دكتورة مي، عندنا دقيقة، إذا يعني نسمع منك بعض النصائح اللي تحبين توجهينها لمستمعينا الأعزاء أو لأفراد المجتمع عن الإسعافات الأولية وضرورة يعني مثل ما تحدثتي عن حقيبة الإسعافات الأولية في البيت. طبعا الإسعافات الأولية جدا مهمة، وكيفية التعامل مع الإصابات والعلم بها مهم، خاصة الناس اللي عندهم أطفال في البيت. أول بادي لازم المسعف يكون يعني في وضع هادي، يعرف كيف يتصرف، ما يرتبك. صح أنه ممكن يعني إذا شاف ولده مجروحة وغيره في البداية يكون خايف، لكن لازم يكون هو هادي عشان الطفل يكون هادي. وهذه الحقيبة المفروض تكون متوفرة في البيت، في السيارة، ومعرفة مكانها، يعني عشان أنه في البداية يعرفون وين توجهون. ولازم طبعا يعرف الأب أو المسعف أن إذا شاف أن في لا سمح الله علامات في الإصابة شديدة، يعرف وين يتوجه ومنو يكلم. مثلا إذا يحتاج أسعاف يكلم أي الرقم اللي المفروض يكلمه. نعم. المستشفى. فهذه كلها خطوات مهمة في إسعاف الطفل أو الجريح. دكتورة مي أحمد إغباش، أخصائية طب أسرة بقسم الأمومة والطفولة بقطاع الرعاية الصحية الأولي بهيئة صحة دبي، شكرا جزيلا لك، موضوع جميل ومهم، وإن شاء الله أكيد مستقبلا يعني دكتورة بنستضيفك إن شاء الله في عناوين أخرى حول موضوع الإسعافات الأولية في المنزل. شكرا جزيلا لك. جزاك الله خير أستاذ عبد الله، مشكور. العفو. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان العمليات القيصرية، وبتكون معنا الدكتورة منال صلاح الدين، أخصائي قسم النساء والولادة بمستشفى دبي. وبإمكانكم التواصل مع الدكتورة مباشرة على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين.
صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-14-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ آخر فقرة من فقراتنا لهذا اليوم، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان العمليات القيصرية. طبعا مستمعين الأعزاء، الولادة القيصرية هي عبارة عن تقنية جراحية لولادة الجنين، وهذه الجراحة طبعا تتم من أجل إخراج الجنين والمشيمة كبديل للولادة الطبيعية. لتفاصيل هذا الموضوع يشرفنا تكون معنا اليوم الدكتورة منال صلاح الدين، أخصائي قسم النساء والولادة بمستشفى دبي. دكتورة منال، صبحك الله بالخير والنور والعافية. يا هلا بكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك دكتورة منال. طبعا اليوم حديثنا معك دكتورة عن العمليات القيصرية. أنا طبعا ما أعرف وايد في هاي المواضيع، ولكن أكيد بنسمع منك دكتورة أهمية العملية القيصرية، وأيضا حابين نعرف متى يتم اللجوء إلى العملية القيصرية. أولا إحنا في هيئة الصحة عموما أساسا بنشجع الولادة الطبيعية، لأن الولادة الطبيعية هي الشيء الفيسيولوجي اللي ربنا خلق به وتكوين المرأة عشان إتمامه بكل سلامة لها وللجنين. نلجأ للولادة القيصرية في حالتين فقط، سواء حالة تختص بخطورة على الأم أو حالة تختص بخطورة على الجنين. فبتكون إما حالة الولادة القيصرية طارئة، يعني ممكن أثناء ما هي في سير عملية الولادة ينقلب الحال ويبقى فيه أي مشاكل للأم فبنلجأ للقيصرية، أو تكون ولادة مرتبة مسبقا بحالة الأم وبتتحط على قائمة العمليات بتاريخ معروف وطاقم طبي كامل متكامل موجود عشان سلامة الطفل والأم. نعم دكتورة منال، معناته يعني أفهم من حديثك بأن الأم هي على دراية كاملة يعني مسبقا بأنها ولادتها بتكون مش ولادة طبيعية وإنما عملية قيصرية، صح دكتورة؟ مش كل الحالات، مش في كل بعض الحالات اللي هي طبعا في حالات بتكون معروفة من أثناء المتابعة إنها هتدخل لعملية قيصرية، إذا كان من الأم دخلت في الشهر التاسع والطفل في وضعية مقلوبة مش نازل بالوضعية السليمة، أو هل لها عملية مسبقة، أو حالتها الصحية كأمراض قلبية أو مشاكل في الكلى أو مشاكل تختص بالطفل. يعني الطفل فيه أحيانا بيكون عنده بعض عيوب الخلقية اللي بتحتاج إنها يتولد الطفل بولادة قيصرية. دي الحالات اللي هي بتكون معروفة وبنكون متناقشين فيها تماما والأم على دراية إنها تولد ولادة قيصرية. الحالات الأخرى اللي هي بتكون داخلة في ولادة طبيعية جدا، وفي أثناء سير التسلسل الولادة الطبيعية بيحصل طوارئ، هي دي اللي احنا بتبقى متغيرة علينا مش في الحسبان، ولكن بنلجأ فورا كعملية طارئة لإنقاذ الأم أو الطفل. نعم، وهل دكتورة مي يعني قرار اتخاذ يعني قرار العملية القيصرية ممكن أن تكون من قبل الأم، ولا لازم دائما تكون يعني لها أسباب طبية على أساس أن يتم قرار يعني اتخاذ قرار العملية القيصرية؟ الحقيقة إحنا دايما الأم بنشجعها على الولادة الطبيعية. الولادة الطبيعية ما فيش أحسن منها، صحيح. سواء للأم سواء للطفل. بالنسبة للأم بتقدر تمارس عملها بعد كده بسهولة، بتقوم تطلع من المستشفى في فترة قليلة، بتقدر تراعي طفلها اللي هي ولدته بطريقة سليمة، الحمل القادم بتاعها بيكون ميسر، وبيكون كذلك إنه ما فيش ما عندها يعني أي مشاكل أخرى اللي هي بتصاحب العمليات القيصرية بعد العمليات القيصرية. بالنسبة للطفل، الولادة الطبيعية بتحسن الرئة بتاعته، بتحسن الأداء بتاعه، بيبقى الطفل أكثر يعني حيوية. دي الحالات اللي احنا بنشجع فيها الولادة الطبيعية. إذا كانت الأم مصرة على ولادة قيصرية بنقبلها فقط لو إنه في لها أسباب أخرى، يعني مثلا واحدة ولدة ولادة قيصرية مرة واحدة ولها أسباب، دي الحالة الوحيدة الاكسبشن بالنسبة لنا أو حالة استثنائية إن احنا نقبل برأي الأم، هي ولدة قيصرية قبل كده ومش عايزة تخوض أي يعني تجربة، ولو إننا
بننصح جدا الأم اللي والدة ولادة قيصرية لمرة واحدة إنها تفكر 1000 مرة قبل ما تاخد القرار إنها تقرر تولد قيصرية مرة تانية، لأن ولدتين قيصريتين معناتها طول العمر هتولد قيصري. نعم. وطبعا ده له تبعات كثيرة بعد كده. صحيح. دكتورة، شو الاختلافات الكبيرة في يعني الفرق بين، أنت ذكرتي بأن يعني دائما تشجعون بالولادات الطبيعية بما فيها يعني كثير هناك أسباب يعني ترجع يعني أسباب يعني جيدة أو صحية للطفل وأيضا للمرأة، بس إذا يعني خذت الأم أو الأسباب الطبية بأن المرأة يعني تكون له يعني عملية الولادة تكون قيصرية، ما هي يعني الاختلاف الكبيرة بين العملية القيصرية والعملية الولادة الطبيعية؟ طبعا هناك اختلافات كبيرة جدا، وبالاختلاف ان القيصرية دي شيء شق في البطن اساسا، هي عملية. صحيح. كأي عملية لها تبعاتها، من تخدير لجراحة لطريقة الجراحة نفسها حسب الوضع، لان مش كل قيصرية الحقيقة زي الثانية. نعم. العمل الست أو السيدة اللي هي بتتعرض للولادة القيصرية ممكن يحصل لها التهابات طبعا، لأن أنا بفتح بطنها صحيح الدنيا كلها معقمة كل شيء، بس هذا لا يمنع أنه في اختلاف عن أن حاجة ربنا خلقها ومغلقة وما تفتحتش قبل كده، معرضة لنزيف. النزيف بيكون أكتر، وانقباضات الرحم ممكن تكون بطريقة أقل، وممكن تتعرض لعمليات نقل الدم أثناء الجراحة. فيما بعد العملية طبعا أكيد في ألم للعملية، في السيدة بتبقى مش قادرة على إنها ترضع الطفل في الوقت المناسب، وطبعا ده الرضاعة في وقت مناسب بتنشط الرضاعة الطبيعية التي بننصح فيها تماما لكل أم. قد يتعرض الجرح الخارجي للتلوث، قد تتعرض نومة المريضة في الفراش مع معاملات التخثر العالية عند الأم، قد تعرضها لبعض الجلطات الله لا يقدر، ولكن دي من الأشياء، ده الحاجات الوقتية. في المستقبل بتحدث التصاقات، محدش مفيش بطن بتتفتح بترجع يعني 100% كما خلقها ربنا. الالتصاقات دي بتاخد بعض الأمعاء، ممكن تلتصق بالرحم، ممكن المثانة إلى آخره، فدي بتخلي صعوبة العمليات القادمة. وقد يكون الـ يعني الجرح بتاعها برضو معرض في المستقبل لأن التصاق المشيمة في الحمل القادم عليه، ودي من العمليات الخطيرة جدا. نعم. دكتورة، أيضا يعني الملاحظ في موضوع لو نتحدث معك موضوع متابعة الحمل، يفضل طبعا يعني متابعة المرأة لمواعيد الحمل أو الزيارات الدورية للحمل في مكان واحد، ولكن في بعض الحالات يتم يعني متابعة الحمل في أي مكان، فشو تنصحين دكتورة في هذا المجال؟ هو أنا طبعا وأي طبيب بينصح السيدة الحامل إنها بتتابع في مكان واحد، تفتح الملف في مكان واحد من بداية الحمل، وخصوصا هيئة الصحة ما شاء الله موفرة للسيدات الحوامل عيادات تخصصية بأشكال وأنواع متعددة، في عيادات متخصصة بالحمل المبكر يعني من بداية الحمل تستطيع إنها تتابع فيها ونعرف الحالة الخاصة بها ونحط لها خطة كيف تسير عليها إن شاء الله عشان توصل لبر الأمان. في حالات من البداية بنقدر نشخص لمجموعات، في مجموعات مثلا حامل معاها أمراض قلب، حامل معاها أمراض روماتيزم، حامل معاها مشاكل في الكلى، حامل معاها أمراض سكر، دي كلها لها عيادة تخصصية بتجمع ما بين طبيب النساء والطبيب المتخصص في الحالة المرضية للأم. فالمتابعة المستمرة وبانتظام وعلى حسب رأي الطبيب، لأن كل مريض له طريقة يعني تفصيل خاص. صحيح. بالمتابعة بتاعته، فأكيد مكان واحد هيكون أكثر أمانا للأم وللطفل. نعم. وأيضا مثل ما ذكرتي دكتورة منال أن يعني العيادات اللي موجودة سواء في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في المستشفيات مثلا تختلف، ومثل ما تفضلتي بأن ممكن أن يتم أخذ بالاعتبار يعني وضع الأم الصحي أثناء الحمل وأيضا وضع الطفل الصحي أثناء الحمل، ومثل ما ذكرتي دكتورة في بعض الحالات ممكن تكون الأم عندها مشاكل قبل الحمل، فأكيد عندكم عيادات اللي ممكن يعني يتم فيها زيارات الأم قريبة جدا، وفي بعض الحالات
حالات مثل ما ذكرتي زيارات ممكن تكون كل 3 أسابيع أو كل أسبوع حسب حالة الأم، فهذا أكيد طبعا لي يعني الأخذ بالاعتبار لصحة الأم وأيضا صحة الجنين. حتى الجنين له عيادة تخصصية بطب الجنين، يعني مش الأم بس بنهتم بيها، كمان في عيادة تخصصية لطب الجنين. الاثنين إن شاء الله يسهلوا الأمور على السيدة الحامل. نعم دكتورة منال، لو نتحدث عن أهمية التقارير الطبية السابقة بالعمليات لي يعني معرفة المزيد، يعني إن صح التعبير، عن التاريخ المرضي للأم. يعني قد يبدو أن العمليات القيصرية، كلمة عملية قيصرية، أنها شيء روتيني يحدث كل يوم. الحقيقة أن العمليات القيصرية بتختلف تماما من سيدة لأخرى، بتختلف من كونها سيدة بتعمل العملية القيصرية لأول مرة أو قيصريات متعددة. بالنسبة للقيصرية الأولى اللي هي بتحدث، بيكون إحنا بنفتح كجراحين في الأنسجة اللي خلقها ربنا بنفس الترتيب بنفس، فبتكون أكثر سهولة وإحنا على دراية إحنا داخلين فين. ولكن السيدة اللي هي تعددت لها الولادات القيصرية أو عملت قيصرية في خارج هيئة الصحة، ونحن بنكون على يعني عايزين اطلاع على تقرير العملية. قد تكون عملية قيصرية واحدة تمت في مكان آخر، ولكن التقنية المفروض أن احنا بنعملها بخط شق مستعرض. قد يكون لأسباب ما تم الشق بخط طولي، أو قد يكون ما يشابه حرف التي بالإنجليزي المقلوب. دي لا يسمح لها أصلا بفرصة ولادة طبيعية إذا كان شق طولي أو شق بشكل حرف التي مثلا. فأنا هتجيلي فأنا لا أعرف عنها كيف تم ما السابق، ففي خطورة على الأم في الحالة دي لأن أنا مش عارفة السابق. كمان في التعدد القيصريات ممكن يتسبب في التصاقات شديدة حصلة، أو في أثناء الجراحة نفسها تم تمزق في بعض أنسجة الرحم في مكان ما، في نقاط ضعف في العملية. يجب الجراح أن يكون قبل أن يقدم على العملية على دراية تامة عشان سلامة الأم وسلامة الجنين في مرحلة الولادة. نعم طبعا أكيد دكتورة، يعني أهمية أيضا نظام سلامة وفائدة للأطباء في الوقت الراهن. دكتورة نحن تحدثنا معك أثناء يعني الحديث عن العمليات القيصرية، ذكرتي أن هناك ممكن تكون بعض المشاكل وبعض التحديات وأيضا بعض التعقيدات اللي ممكن يعني تشرحي لنا إياها اللي ممكن تصاحب العملية القيصرية. الحقيقة القيصرية أكيد لها مشاكل، ابتداء من أنه مشاكل التخدير، الأم بتتعرض لتخدير، قد يكون التخدير على حسب حاجة الأم، تخدير كلي أو تخدير نصفي. غالبية الأمور بتكون ماشية بتخدير نصفي، وبعض الحالات بيكون لها تخدير كلي. وطبعا في عيادة للتخدير بتكون مسبقا يعني الأم يعني راجعتها عشان تعرف النقاش مع طبيب التخدير الخاص بيها. أثناء العملية نفسها بتتعرض الأم زي ما قلنا للنس، ممكن تحتاج نقل دم، ممكن تحتاج أدوية تسبب انقباض الرحم عشان تساعد على تقليل كمية النس. ممكن طبعا من التعرض للالتهاب في الجرح نفسه أو يعني داخل الحوض نفسه، وده بيأثر في بعض الأحيان على الحمل المستقبلي. طبعا ما بعد الولادة بتكون في صعوبة للإرضاع وخدمة الطفل، كمان تعرضها للتجلطات شيء وارد لأنه النقدة في السرير بتكون أطول. صحيح، فدائما أنتو دكتورة مثل ما ذكرتي يعني في بداية الحديث أنكم دائما تنصحون لي يعني لجوء المرأة إلى الولادة الطبيعية إلا إذا يعني كانت هناك بعض الأسباب الطبية الحرجة اللي ممكن يعني من خلالها يتم يعني اتخاذ الفريق الطبي لأخذ المرأة لعمليات الجراحة القيصرية. بالضبط كده. نعم. احنا اساسا يعني الولادة الطبيعية هي اللي بننصح بيها، وبيكون القرار بعد تروي شديد بالنسبة خاصة بالنسبة لأول قيصرية، لان أول قيصرية بتيجي السيدة بعدها عندها هاجس من الولادة. بنحاول نطمنها انه نسبة نجاح الولادة
الطبيعية بعد أول قيصرية بتصل ل60% ويزيد ل70%، وتكون تحت رعاية طبية. لازم طبعا تكون واصلة لمستشفى في وقت مبكر من الولادة لأنها بتكون تحت رعاية خاصة. إن شاء الله أمورها بتمشي سليمة، ومجرد ما ولدت مرة واحدة ولادة طبيعية بعد القيصرية بيكون فرصة نجاحها في الولادات المتتالية بعد كده عالية جدا. ده بيديها فرصة جميلة لتكوين أسرة كبيرة في المستقبل. ولكن القيصريات لما بتتكرر طبعا ده مش شيء غير مستحب، وبيكون في كل مرة خطورة أكتر على الأم، وبيكون طبعا التعداد الأطفال بيبدأ يكون في شوية احتياطات عليه. صحيح. أيضا دكتورة مي، يعني من الأمور اللي يعني الإيجابية في عمليات الطبيعية بأن مكوث المرأة من بعد العملية إذا كانت طبيعية أتوقع تكون يعني فقرات أو عفوا أيام قليلة، وأما إذا كانت يعني ولادة قيصرية أو عملية جراحية قيصرية وجودها في المستشفى أيضا يختلف، وممكن يعني تكون هناك مرات في بعض يعني المضاعفات لو نتحدث في هذا الجانب دكتورة. أكيد الأم اللي هي والدة ولادة طبيعية خلال سويعات قليلة بتقوم بتتحرك في مكانها وبتقدر يعني تخدم نفسها وتخدم طفلها، وطبعا الحركة دي مهمة جدا جدا عشان جريان الدورة الدموية في جسم المرأة ومنع التخثر. ده شيء بيبقى وخلال يعني بالكتير تاني يوم على طول بتروح البيت تقعد في وسط ولادها في وسط أسرتها تفرح بطفلها معاها في البيت مباشرة. أما بالنسبة للولادة القيصرية اللي بنعتبرها لو تمت على طريقة يعني سليمة بدون لا قدر الله أي مضاعفات، فهي بتخرج على ثالث يوم، ثلاث أيام بتبقى موجودة في المستشفى، ثلاث أيام بتبقى برضو فيها من الألم أكتر من الأم الطبيعية، فبيكون رعايتها لطفلها أقل، تعرضها لقدر الله للتخثر أعلى. عشان كده أي امرأة والدة أو مربية عندنا في المستشفى لازم تاخد إبر السيولة، بننصحها أنها تبدأ الحركة على طول، بننصحها بشرب المية والسوائل عشان الدم ما يتخثرش في جسمها. نعم دكتورة منال، عندنا يمكن دقيقة حابين الحقيقة تعطينا أو يعني متابعينا الأعزاء أو للحوامل يعني اللي مقبلين سواء على يعني عمل يعني ولادة عمليات قيصرية أو طبيعية، تعطينا بعض النصائح حول هالموضوع. أولا بالنسبة لأخواتنا وبناتنا بننصحهم أولا بالحياة الصحية السليمة، أن تكون healthy lifestyle، يعني تكون لها حركة معينة بحيث أن جسمها ما يكونش يعني يكون العضلات بتاعتها قوية بحيث أنها تساعدها على الولادة، تتعلم إزاي تمارين التنفس عشان وقت الطلق وقت دفع البيبي يكون عندها طاقة وقدرة. بننصحها أنها تتابع بطريقة منتظمة في العيادات حسب ما يقول لها الطبيب. أكيد بنوصي بالفيتامينات وبنوصي بالفوليك أسيد في بداية الحمل. صحيح. ويمكن ما قبل الحمل عشان بيساعد في تكوين سليم للعمود أو الجهاز العصبي للجنين. الفيتامينات وتكوين الحديد ومنع فقر الدم عنها خلال فترة الحمل كلها بيساهم مساهمة كبيرة جدا أن يقلل من نسبة نقل الدم أثناء الولادة أو ما بعد الولادة. وأخيرا بقول لها أكيد الطفل ده أمانة عندك، وإنت وطفلك أمانة عندنا، وإن شاء الله رب العالمين يوصلكم لبر الأمان بالسلامة، ونتمنى للجميع السلامة. الله يسلمك دكتورة منال. صلاح الدين أخصائي قسم النساء، أخصائي في قسم النساء والولادة في مستشفى دبي. شكرا لك دكتورة منال، شكرا لوقتك الحقيقة، استمتعنا كثير معك في الحديث عن موضوع العمليات أو العمليات القيصرية. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا لك دكتورة. ومستمعينا الأعزاء، انتهت يعني فقرتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أن أشكر فريق العمل المبدع كان معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.